وهذا أيضا لفتة عظيمة جدا، يعني عمر الإنسان ماذا يقارن بالآخرة الباقية؟ ماذا يقارن بالآخرة؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فماذا يقارن؟ يعني إذا قلنا عمر الإنسان 70 سنة، 70 سنة، إذا كان عمره 70 سنة وهو ينام النوم المعتاد في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يصفي من 70؟ لو قلنا 60 أهون للحساب، إذا كان عمره 60 سنة ونام في كل يوم وليلة 8 ساعات والنائم غير مكلف، 20 سنة انتهت هذه من عمره غير مكلف فيها، و15 سنة قبل التكليف، ما بقي شيء، ما بقي شيء، يبقى سنيات قليلة جدا. انظر أول شيء يكون في الآخرة يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يقارن. دعك الآن من النعيم الذي هنا والنعيم الذي هناك، لكن الوقت ومقدار العمر، إذا كان الإنسان يحصل نعيما هنا في هذه الدنيا يخسر بسبب نعيم الآخرة في هذه السنيات القليلة جدا، هذا إن أعطي عمرا. وإلا بعض الناس سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، بعض الناس يركب سيارته أو في الطائرة من بلد إلى بلد وليس له حاجة إلا المعصية في البلد الذي هو مسافر إليه، ويموت في الطريق، ويموت في الطريق، أي خسارة هذه؟ أي بلاء هذا؟ أي شدة هذا؟ وهذا الذي ينتقل من بلد إلى بلد ولا أو من حي إلى حي بدون سفر، قد يموت في طريقه. ما يأمن الإنسان متى يأتيه الموت فتنتهي هذه الدنيا التي هو مغتر بملاذها، متهالك على ملاذها، فيخسر نعيم الآخرة والعياذ بالله. نعم.